احنا طبعا مشكلتنا من 14/2 من ساعه الاعتصام. هحاول اختصر على قد ما اقدر، من المشكله كبيره وبنعاني منها بقالنا 3 شهور. طبعا احنا اعتصمنا اعتصام سلمي جدا زي اي وقفه كنا بنقف فيها. لفه قلنا تهمه احتجاز وعملوا لنا قصه غريبه كده، يعني حاجه فيلم هندي، وطلعوا لنا واحد هندي قالوا لنا ان احنا كنا محتجزينه وهو ما كانش موجود في الاداره اصلا. دخلوا لنا المشوار في سياسه وبقت قضيه، وده الامن الوطني اتدخل في القضيه، يعني حاجه غريبه جدا. احنا كنا مجرد ان احنا واقفين، جت صاحبه شركه توريد عماله تتكلم مع العمال في يعني يوم 14/2، وكان الامر عادي جدا. طلعت قعدت معانا في الاداره واتكلمنا عن طلباتنا. دي واحده من ضمن شركات توريد عماله. النظام ده انا هاخد حاجه كده لمحه سريعه عن النظام توريد العماله ده. نظام توريد العماله ده مخالف اساسا لماده 16 من قانون العمل. نظام من الباطن، عمال بتشتغل من الباطن عن طريق شركات توريد، اللي هو يعني بالاخص نظام يعني مخالف للماده 16 اللي بتقول يحظر على صاحب العمل ان هو يشغل العمل عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال. ونزل القوى العامله وطلعت مخالفات، والشركات دي شغاله بدون تراخيص. ده نظام بيرجعنا لزمن الصخره وزمن العبيد من تاني. طبعا احنا بقالنا 12 سنه بنشتغل في الشركه دي، اقل واحد مده 5 سنين، يعني ده الجديد اللي شغال في وسطنا بقاله 5 سنين لم يحصل على تعيين. طبعا عشان ما اطولش عليكم، خدنا مرحله طويله نطالب بحقوقنا. طلبنا بالمساواه ما بيننا وما بين عمال شركه اسمنت اسكندريه، اللي هم المعينين اللي بيشتغلوا شغل نفس شغلتنا ونفس طبيعه العمل على نفس الماكينه. طبعا يوم 14 عدى، دي بقى بدايه القصه اللي دخلنا فيها القضيه اللي هي سمعت في الراي العام، رغم ان هم حجبوا علينا برضو الاعلام. يوم 14 اتفقت معانا السيده نهاده طمش ان هي هتقعد معانا. تفاجأنا هي وإدارة الشركة، تفاجأنا يوم 17 إن في احتجاز لرهاين جوه الشركة. طبعًا ده ما حصلش، واتفاجئنا مع الداخلية إن في تحايل ما بين الداخلية وما بين الشركة. صباح يوم 17 هجمت قوات الأمن المركزي على العمال بالكلاب جوه المسجد والناس بتصلي الفجر. دي لمحة سريعة كده، رغم إن أنا لو اتكلمت في المشوار ده هتكلم في تفاصيل كتير، بس ده اللي حصل بمختصر. شايف الحل فين؟ الحل طبعا بعد المشكله دي توجهنا لوزاره القوى العامله عشان نقول ان في عمال اتفصلت، في اكتر من 350 عامل اتفصلوا. العمال اللي رجعت الشغل رجعت مضت على اقرار ان هي ملهاش اي حق في الشركه. طبعا احنا عرضنا مشكلتنا اكتر من مره على الحكومه، لقينا ان الحكومه متواطئه. اخر مره بقى سمعت كلام من السيد الوزير خالد الازهري بخصوص المشوار، يعني مشابه لكلامنا، طلع على قناه الجزيره بيتكلم بيقول ان احنا ما عندناش تشريعات ان احنا نوقف هذا النظام. النظام ده منتشر في مصر بشكل بشع، انا ما اقدرش احصر العماله قد ايه. هي العماله في كل شركات الاسمنت، في البترول، في الاسمده، النظام ده منتشر بشكل بشع عشان خاطر الارباح. عشان خاطر الشركات دي بتحقق ارباح عاليه فبيضطروا يستخدموا النظام ده عشان ياكلوا حق العامل في الارباح. طبعا انا مساواتي ما بين العامل والعامل الاخر، العامل اللي بيشتغل نفس شغلتي بياخد 5800 جنيه في الشهر، ده بورق رسمي، انا معايا ورق بالكلام ده. انا باخد 800 جنيه، انا محمد حامد باخد 800 جنيه في الشهر، 830 جنيه بعد 12 سنه شقه. وغير ان احنا بنشتغل في مناجم، يعتبر شغل الاسمنت ده مناجم ومحاجر. طبعا بعد 12 سنه من عمري رموني في الشارع انا و350 عامل. اترمينا في الشارع. ايه السبب؟ قال لك خلاص انا على كده، انا ما عنديش غاز يكفيني وما عنديش غاز يشغل لي المصنع ومستكفي كده ومش هقدر ادخل عماله تاني. طبعا احنا وقفنا كذا وقفه احتجاجيه، قوات الامن المركزي بتهددنا، في تواطؤ باين وواضح ما بين امن الدوله، جهاز امن الدوله اللي هو محامي الشركه من عائله الصرفي، هو اللي بيحمي الشركه، وعائله الصرفي في امن الدوله معروفه جدا هي اللي بتحمي الشركه. وجايبين بلطجيه جهرا قدام الشركة، واقفين بسلاح جهرا، واقفين بيحموا الشركة قدام الداخلية، ورغم ان الشركة فيها امن. طبعا احنا كنا عاملين وقفة من قيمة كام يوم، يوم الثلاث اللي فات. طبعا عملنا وقفة، برضو تصدروا لنا البلطجية تاني. عايزين نوضح حل، لا حكومة اتدخلت ولا حد ولا قرار وزير، نروح للوزير عشان يفتح لنا ملف المفاوضة من جديد، ما بيهتمش. توجهت بكذا باكتر من جهه مسؤوله ان هي تدخل في المشكله وتحل لي مشكلتي، مفيش فايده. السيد صبري ابو الفتوح اتصلنا بيه بما انه كان رئيس لجنه القوى العامله في مجلس الشعب، ما اتخذش اي اجراء ولا عمل اي حاجه. كل اللي عملوه ان هم طلعوا عليه على ايام الاعتصام مطفط، قالوا ان احنا بلطجيه، قالوا ان احنا ارهابيين
وكنا حاجزين الهندي وكنا حاجزين الاداره وقالوا ان احنا بلطجيه، انما اللي يقعدوا معانا ويدخلوا في مشاكلنا ويشوفوا مشاكل العمال ايه ده نسوا. يعني احنا لحد دلوقتي مش عارفين نوضح حل مشكلتنا. لو رحنا وقفنا المصنع العمال طبعا خايفه لا يحصل معاها نفس ما حصل الاول ويدخلوا عليهم بقوات الامن المركزي من اول وجديد. فانا يعني لحد دلوقتي انا تعبت من المشوار ده، بقى لنا 3 شهور وموقفين عن العمل. يعني 350 اسره كان في منظر من قيمه كام يوم، من قيمه اسبوع كده او 10 ايام، عمال خدت عيالها وراحت قعدت باطفالها قدام فرض الحصيره وقعدوا قدام الشركه. فطبعا احنا عشان ناخد اطفال رضع وده ياخد ابنه ده، خلاص انا 12 سنه شغال في شركه، هروح فين تاني؟ هروح اشتغل فين؟ ماليش شغله غيرها. 12 سنه ضيعتهم من عمري هدر، راحوا وكمان طالع من غير مستحقات. انا هنوع عن حاجه حصلت كده في السنين اللي عدت معانا. معانا عامل اتوفى جوه المصنع، راح حقه اسمه احمد محمد عوض، ده يعتبر حقه في رقبتنا. لان اي واحد فينا معرض لكده. عامل اسمه احمد محمد عوض اتوفى من حوالي يعني 4 سنين او 5 سنين. معانا عامل بودره ساقه كامله قطعت رجله، عينوه. بس عينوه امتى بقى؟ ضمن نسبه العجز. انا من عن طريق هنا يعني انا بحاول ان انا اوصل صوتي للمسؤولين، لان انا شايف ان انا جيت هنا وصوتي وصل قبل كده. فانا هحاول اوصل صوتي تاني للحكومه وللرئيس محمد مرسي اللي هو قال مفيش عامل بيتفصل في عهدي، وللوزير اللي بيقول مفيش تشريعات. لا، في تشريعات يا معالي الوزير، في ماده 16 لو طلعت قلت تطبق ماده 16 ويلغى نظام توريد العماله، واي شركه بتعمل بدون ترخيص يتوقف نشاطها، هيتوقف نشاطها والنظام ده هينتهي. ومحدش هيقدر يتكلم معاه لان بيتكلم من قانون العمل 12/2003. طبعا قانون العمل 12/2003 ما بيتطبقش علينا منه الا بعض المواد اللي تضرنا بس، اللي هو الفصل التعسفي وخلافه والمواد اللي تضرنا، انما المواد اللي في صالحنا محدش بيتكلم فيها. السيد الرئيس طلع قال ايه؟ قال مفيش عامل هيتفصل بعهدي. انا هختم كلامي، لا، في 350 عامل من اسمنت اسكندريه يا ريس دخلوا عليهم بالكلاب البروسيه وفضوا اعتصامهم بالقوه ورموهم من الدور الاول والثاني، ومنهم عمال اتصابت واتكسرت واتدغدغت واتحجزت في المستشفيات واتلعب في الاوراق بتاعتها واترموا في الشارع بعد كل ده. انا بناشد الحكومه ويا ريت صوتي يوصل، وشكرا.